جدها في السوق؟ احنا عندنا بدءا من اول كتاب هيصدر في هذه المرحله بالنسبه للاصدار الدوري الشهري. لان انا حضرتك توليت المسؤوليه في شهر يعني قريبا يونيو. فاحنا اذا في انتظار اصدار اللي هيبقى في سبتمبر. اول اصدار في سبتمبر بعنوان وهم الإسلام السياسي للكاتب والمفكر المغربي الكبير جدا الدكتور سعيد بن سعيد العلوي، أستاذ الفكر المعاصر والفلسفة الإسلامية بالمغرب، وده تلميذ العلامة محمد عبد الجبر. وهنا أنا لما بنقول أنه أول كتاب في السلسلة هيصدر لكاتب ومفكر مرموق مغربي، بنعيد مرة أخرى البعد العربي، لبعدها العربي، نعم، ولقيمتها العربية، وأنه هي في النهاية نتاج الثقافة العربية. نعم. وكمان اسمح لي أن العنوان بيصب في اتجاه التنوير اللي احنا محتاجينه كلنا في هذه اللحظة الراهنة. فإذا يعني اسمح لي أن أنا أثني على هذا الاختيار وأحييه، وإن شاء الله نعرض لهذا الكتاب بإذن الله بمجرد صدوره في برنامج أطلع. هو خلاص، هو يعني أسابيع قليلة ويصدر ويكون موجود، وإن شاء الله يعني يوصل حضرتك منه نسخة هدية. عندنا الكتاب الذي يليه هيكون في أكتوبر بإذن الله. وأنا برضو عايز أعيد تاني تقليد أن كل كتاب من كتب إقرأ كان متصلا بمناسبة فكرية أو معرفية أو ثقافية أو وطنية، ويقدم محصول معرفي يتناسب مع هذه. يعني إذا كنا نتحدث في أكتوبر عن مثلا ذكرى طه حسين أو ذكرى رفاعة الطهطاوي، نقدم كتابا جديدا مشوقا للقراء من جميع شرائح المجتمع المصري والعربي عن هذه الشخصية أو تلك. أنا مش عايز أحرق المفاجآت، لكن إحنا عندنا أكثر من كتاب بنفاضل ما بينها حاليا، واحد منها عن طه حسين في أكتوبر أو رفاعة طهطاوي. وأنا شديد الاهتمام بهذه القيمة، لأنه على مدى عقود طويلة أنا في تقديري لم ينل الجد الأكبر ورائد الفكر المصري الحديث ما يستحقه من إضاءات قوية. ثم ننتقل في نوفمبر إلى كتاب آخر يكون أيضا متصلا بمناسبة أخرى، وسيكون آخر كتاب في ديسمبر عن نجيب محفوظ إن شاء الله، في ذكرى حضرتك عارفة أنه ذكرى محفوظ في ديسمبر. هيكون كتاب مفاجأة، وأنا أعد القراء بأنه هيكون كتاب هيقدم شيء عظيم ومهم وجدير بالقراءة عن نجيب محفوظ، لواحد من أهم من قرأوا نجيب محفوظ وتخصصوا فيه على مدى 40 سنة. إحنا في انتظار كل هذه الإصدارات الجديدة، لكن خليني أقول لحضرتك، طيب الإصدارات